لمزيد من المتابعة ينضم إلينا كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال، بعد التحية، هل من مزيد من التفاصيل تضعها بين يدي المشاهد الآن حول هذه الجولة في العاصمة الإدارية الجديدة؟ نعم، يعني تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. الحقيقة جولة رئيس الوزراء تأتي في إطار متابعة مستمرة من رئيس الوزراء لسير العمل في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة طبعا أن الحكومة بتستعد للانتقال إن شاء الله الوزارات والعاملين فيها للعاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل إن شاء الله. وزي ما أعلن لن تكون مجرد نقلة جغرافية، لكنها نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمواطنين على أحدث مستوى من التكنولوجيا، بتعتمد على الوسائل الإلكترونية وليس الورقية. لذلك فيه تجديد من رئيس الوزراء على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وإن لانتهاء من كل الأعمال. طبعا كان في متابعة على أرض الواقع للأعمال، سواء الإنشاءات أو الطرق أو المرافق، وتم يعني تقديم عرض مفصل لنسبة التنفيذ في كل ذلك. يعني بالنسبة للمياه مثلا، تم تنفيذ 80% من شبكات المياه في الوزارات، تم توصيل الكهرباء، أيضا شبكات الاتصالات باعتبار أن العمل هيتم إلكترونيا. نعم. تم توصيل شبكات الاتصالات يعني تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال أستاذ كمال الإلكترونية. متى ستبدأ مرحلة النقل الوزارات، وما هي الوزارات المؤهلة للانتقال في المرحلة الأولى؟ تمام، يعني هو إن شاء الله ينتظر أن يتم الانتقال في النصف الأول من العام المقبل إن شاء الله. اللي احنا عندنا حوالي 34 وزارة موجودة في 10 مجمعات وزارية. النهاردة كان يعني الحي الحكومي زي ما تم التأكيد أمام رئيس الوزراء بلغت نسبة التنفيذ 87%. قبل نقل الوزارات في خطة تدريب على أعلى مستوى لجميع الموظفين اللي هينتقلوا للعاصمة الإدارية الجديدة، تدريبهم على تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين. الخطة يعني تم تنفيذها أو سارية، يعني بحيث يكون الموظفين جاهزين عند الانتقال إن شاء الله، بحيث الخدمات زي ما قلنا هتقدم إلكترونيا بالكامل للمواطنين. نعم، كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.